يكون انبوبيناج على الشكل هذا. هذا الشكل انبوبيناج صغير ما كيبان فيها. حاولوا تدوروا هذا الكلاس هذا، شوفوا داك البوبيناج ملوي على واحد لابارتي، شوفوا كي داير باش نعرف نكمل الشرح ديال هذا. كل شيب من هادو كاملين عندهم ليد ديالهم بحال الهوية ديالهم، شنو هو واش 46 واش 33 واش هذا، من بعد غادي نشوفو. يعني هذا عنده مثلا ليد 46، إلا مثلا قرينا هذا نلقاو فيه واحد ليد آخر 13 مثلا، قرينا هذا مثلا نلقاو فيه 33، هذا غير مثال. دونك عندنا لنوتيفيكاسيون هي اللي كتهمنا في هذا، عندنا مثلا ليزيدي كنلقاو مثلا ليدي 46 كيخدم مثلا مع بزاف ديال الطوموبيلات، ليدي 46 يقدر مثلا يخدم مع رونو، يخدم مع البيجو، يخدم مثلا مع الهوندا، يانسي دو سويت. يعني بزاف ديال الطوموبيلات كيخدم ليهم. هذا مثلا مكتوب عليه بي سي اف، هذا سبعين ستوربين اللي كنقصدو بها هو اللي يدي ستوربين، يعني اللي يدي ديالو ستوربين. مثال هاد الشيب هذا اللي كاين فاتي،
حاولي تقراو هاد الريفيرونس اللي على هاد الترانسبوندر اللي تسمى الترانسبوندر. حاولي تقراو واش الريفيرونس فيه. بين لكم ياك بين لكم هذا الريفيرونس يعني اللي يدي ديالو 46 هذا خدام هذا الداسيا هذا خدام اصلا الداسيا بوحده داسيا ولا روما بحال هذاك ديك الاخضر. وعندنا مثلا نلقاو مثلا اللي يدي 33 كيخدم مع روما كذلك وكيخدم مع البيجو بزاف ديال السيارات يدي 33. وعندنا مثلا
كاين في الصورة هي وحدة زاد الصورة مكتوب هنا فواتير افيك سونتراليزاسيون اي اونتي ديماراج انتيغري يعني مجموعين تما وكاين الاخر اللي كيكون فيه فواتير افيك سونتراليزاسيون اي اونتي ديماراج سيباري لا لا يعني حنا نفس الدان مفرقين على اونتي ديماراج مفرقين وكاين الحالة اللي كتلقى فيها اونتي ديماراج بوحدو هذا في غلاف سونتراليزاسيون هذا النوع اخر ديال الشيء هو النوع الاخر البطونات ديال حلان والسدان ها لونتي ديماراج كيجي من هذا الليكتور ديال هذا البوبيناج اللي كنت صورت لكم هذا هو هذا البوبيناج ها هنا راه مخلط السنتراليزي غادي نحاول نجيب واحد اخر نحاول نشوفوا هذا شنو وقع هنا؟ داز يعني دابا ملي كيشعل ويطفى راه قرا هادي يعني هذوك المعلومات اللي كاينين الداخل ديال هذا قراهم وصيفط داك الكود راه كود نيت كيصيفطو ميسياج فيريفياتو راه هو هذا وكتطفي لا لونك يعني لونتي ديماراج دابا راه مزيان راه هذا ديال الهوم بلوك الطوموبيل الصغيرة اللي كتفلاشي هي نفسها اللي كاينة في يعني في هذه الحالة نفس الشيء ما قراش لو كود واخا نديرو ساروت إلا ما كانش مبروغرامي فيها راه ما غاديش يخدم نشوفو هذه فعلا مش مبروغرامي دونك هذه فعلا مبروغرامية فيها يعني داز لونتي ديماراج ما كاينش فيه مشكل ولكن إلا جبنا مثلا هذه دابا غنشوفو هذا البروغرام يوفي كاين جوج ديال السوفت دونك غادي نشوف هذا الشيب هذا هو هذا اللي ديال 48 هو اللي كيخدم مع البروسيسور نشوف واش غادي يقرا لا 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 هذا البروغرام يوفي كاين شي زين بروغرام يوفي ديجا دونك هذا هو الحالات اولا اللي تما اللي هو هذا كاين هنايا ترونسبوندور اكود فيس وكاين هنايا ترونسبوندور اكود كريبتو وكاين هنايا لي ترونسبوندور اكود ايفوليتيف وكاين تسمى برولين بورت هاد التلاتة ديال الانواع فيهم عاوتاني الداخل ديالهم كل واحد فيه عاوتاني لي ترونسبوندور بالنسبة لي ترونسبوندور اكود فيس شنو كيعنيو بها يعني كيصيفط غير واحد الكود بحال مثلا ربعة الارقام ديما كيصيفطو هو نفسو كيصيفطو ديما لافواتير ويديما هذا بالنسبة لي البورت فيكس بالنسبة لليد ديال لي ترونسبوندور لي هضرنا عليهم بحال مثلا اليد لي 11 لي ترونسبوندور لي لي نوتيفيكاسيون ديال 11 كيتسموهم لي ترونسبوندور بورت فيكس كذلك لي ليد ديالهم 12 و 13 و 33 هادو كيتسموهم لي ترونسبوندور بورت فيكس غير لا بعض منهم هادو راه كاين بزاف بالنسبة لي ترونسبوندور افورد كريبتو يعني كريبتو يعني بحال قلتي كيماسكيو الكود ما كتشوفوش كيت ماسكا مشفر لا غير كريبتي يعني الكود ما كتشوفوش كي ماسكيو بشي بواحد لي بروغرام كيكون في داك لوجيستيك بالنسبه لي ترونسبوندر اكود ايفوليتيف اللي كيتسمى برولين كود هادو كل خطره كدير انت الكونتاكت راه صيفط واحد الكود مثلا ملي كتحيد الكونتاكت وكتعاود عاوتاني دير الكونتاكت كيصيفط كود اخر غادي تسمى بالرولين كود ولا لي كود ايفوليتيف هذا الالغوريثم كل خطره كيشونجي الكود ما غاديش تعرف حتى من كيفاش كيخدم داك اللوجيسيال ولا داك الالغوريثم ما كتعرفش كيفاش كيدير داك العمليه ديال الشونج ديال الكود دونك بالنسبه لي ترونسبوندر اللي فيهم قلنا لي 11 و 12 و 13 و 33 هادو كيتسموا بلي كود فيكس بالنسبه للكريبتو بحال لي 49 اللي هضرنا عليه دابا كيتسموا كريبتو طولت 48 دونك داخل في هذا لي ترونسبوندور اكود كريبتو بالنسبة لي ترونسبوندور اكود ايفوليتيف بحال لي 4 دي 60 61 62 راهم تلاتة غير على تكون بعض الانواع
هادو كتخدمهم بزاف المرسيدس والبي ام، هادو بزاف المرسيدس والبي ام بزاف. البي ام كتخدم بزاف هاد الهولين كورت، كتخدم بيه بزاف هي. هادو كتخدمو كيخدمون ونتقلوا للميكانيكية كيفاش نعرفوا اشمن الادي في الترانسبوندر. هذا هو اللوجيستي اللي كيخدم مع هذا البرنامج سيفي. دونك غادي نقلب على الكور باش ملي يجبد ليك مثلا السوفتوير والنيميرو سيري وهذا غنخدم، إذا ما عطاهمش ليك راه كيعطيك واحد ليرور. دونك غادي نمشيو ل ريد اند رايت كما كتشوفو هنا. يعني إذا بين مقام مثلا ترونسبوندر نعرف اش غادي ندي فيه، غنجي كليك غير على ريد ترونسبوندر. غادي نتسناو شوية على ما يقرا ليدونتيفيكاسيون ديالو. فكما كتلاحظو هنا عطانا هاد التيسان، دونك يعني هاد التشيب هذا اللي كاين هنا راه التيسان اللي فوق يعطيك لوك أو لا رفض عرفو راه عامر هذا. غادي نشوفو هاد الحالة هادي، هذا راه فيرج كيعطينا باسورد ماشي صح. الا بغيت تكتبوا هذا باش تعقلوا عليه نحاولوا تكتبوا باسورد نكتب لكم في الصفحه باش يدير لكم صافي. كتبتوا هذا خذ النوعه مالي اخ نحاولوا نديروا تيست لهذا الترانسبوندر هذا ونشوفوا واش فيرج او لا ديجا بروغرامي. نشوفوا نفس العملية في الترانسبوندر شفتوا هنا شحال غافلوا مود لوك لوك عطينا لوك ولا لوك راه نفس الفورم. يعني هذا دابا راه دايز ديجا دايز في ماشي بروغرامي ما يمكنش تعاود تبروغرامي في طوموبيل اخرى. الا كان نفس الطوموبيل تعاود تبروغرامي فيها ماشي مشكل، ولكن باش تهز هذا البروغرامي في واحد الطوموبيل وتخدمو طوموبيل اخرى فهاد الطوموبيل لا. الا كانت نفس الطوموبيل تبروغرامي فيها وتعاود تبروغرامي ماشي مشكل، كتعرف اصلا الكود اللي كاين فيه ديال ديك الطوموبيل، ولكن باش تهزو تدير طوموبيل اخرى الكود مختلف ما يمكنش. دونك هادو هما المفاهيم ديال لوك دو فيرج باش ملي تشري شي ترونسبوندور ضروري خاص تكون عندك الزيبور ودير هاد التيست راه ساهل. ولكن غتشوفو غتكون بان مزيان هاديك ترونسبوندور كيدير وهاد الاخر كيدير حيت فيهم حتى هما نوع واخا 46 كاين شي فرق قاسم شوفها اللي كان بيعجبك واحد فيهم مكتوب فيه والو هذا والو نفس الفورم ولكن واحد مكتوب واحد دوزو اليوم باش يعرفوا واحد يسال بعض الخطاط كيجيب لي كونسبون ما كتعرفهاش داك الشيء عرفو باش تعرف بعدا لا فورم خص كيفاش خصها تكون.
واحد المار كيف الايدنتيفيون ديالو واحد ما كاين فيه والو واحد ما فيه والو واحد ما فيه والو واحد ما طراسي فيه طراسي فيه كاين شكل واحد شكل واحد شكل واحد اوكي لعبوهم على هادشي read and identify المهم الى بغيتي تقرا المعلومات ديال ترانسبوندر الى بغيتي دير الكوبي كتنزل لتحت كوبي ترانسبوندر الى بغيتي دير الكوبي تكوبي في واحد اخر بغيتي مثلا هاد مانيوال بروغرامين الى بغيتي تدخلو مانيوال الى كان عندك مثلا تيميك 11 بغيتي تدخلو مانيوال ولكن خص يكون عندك المعلومات ديال الميموار كيكون فيه ارقام هنا خص يكون عندك عاد بروغرامي هاد الحاله هادي ما غاديش كاع تخدم بها غادي نشوفو غير هاد الكوبي وريد ان ايدنتيفاي غادي نقراو هاد الترانسبوندر هي لاكلي اللي جاب لي كسي اللي خدامه دونك غتقراه عادي تشوف بعدا شنو فيه شنو عطانا هنا ها المعلومات هاد الداتا هما المعلومات اللي فيهم هذاك لو كود وكلشي هاد هما الداتا يعني المعلومات تشيب ديزاين هذا تشيب 33 هذاك ملي تبروغرام ولا 33 عطات لي بين كود هنا يعني زيد بول خرجات لينا الكود بين من هذا شفتوا شنو وقع هنا عطاك 57 63 هذا هو لو كود بين كاع ديال الطوموبيل بلا ما تحتاج انك في هذه الحاله تحل لا تقرا الميموار لا والو الا كاينه عندك غير السالوت الاولى اللي جاب لك السيد عمر طاي تحطها هنا يعطيك لو كود شفتوا هنا عطاك لو كود هذا هو المشكل ديال هذا لي ترانسبوندر ا كود فيكس شفتوا المشكل ديالو شوف غير زيد بول وخرجت لك الكود بين من هذاك يعني سهل انك دير ليه الكوبي دونك غادي نشوفوا كيفاش نديروا الكوبي غادي نخرجوا من هنا غادي نمشيو للكوبي كيبانلك هنا دونك الكوبي يقول لك انا تبع اوريجين تي هي هذه الراكورد يا كونسيبتي هذاك لوجيسيال ديالها كيفاش نخدموا به دونك غادي نخدمو هذا ونمشيو للوجيسيال ديال ابريبيس دونك هذا هو اللوجيسيال اللي كيخدم هذا وغنجي حتى هي راه كدير ديالوجيسيال كدير هي كدير ديالوجيسيال راه تمشي للسيارة اللي بغيتي هنا كنزال في السيارة كتدخل السيارة اللي بغيتو دير هذا ديالوجيسيال ولا شنو بغيتي دير غادي حنا ما كيهمناش داكشي غنمشيو للطالب نكليكيو عليه حيت دابا غادي يخدم لنا هذا الطالب هنا إلا ما داش الطريق ديالها ما كتبغيش تخدمها غادي نعاودها دونك دابا غادي تخدم إلا عطاك ديك إيرور 5 عارف الطريق ديالها ما داش بزاف الفرا غادي هاد المشكلة اللي فيها ممكن دونك غادي يعطيك هاد الواجهة هادي أنت غادي تمشي لهاد البلاصة هادي اخر تي 5 شتا تي 5 بروفا غنخليه على هاد الشكل هذا ونشوف فين هما دوك لي بيست اللي بغيتنا نخليهم باش نخدمو هادي النقطة بين واحد كيعني هادي خص نجيبو بحال هاد الكونس يعني هاديك النقطة خصها تجي هنا ماشي لتا خص نجيبو هنا غادي نحاول ندير هاد العملية هادي غادي نشوف النقطة فين كاينة فهاد الحالة كاينة هنا دونك يكون عندك لي تويزر بحال هادو تخدم بيهم وتحطو في هاد السيبور ديالو تخدم بهاد السيبور اولا شي سيبور اخر كيتحطو اللي الا بغيت تشوفو لومبلاسمون حاولت العمليه حيت هادي فيها شويه ديال كيتحطو مزيان على هاد لي بين طلق ليه كتدفعو بحال هاد الشكل باش يتحيدو هاد لي بين على الاخر كيتحطو هنا مزيان طلق لهادو صافي راه تحط في بلاصتو دابا كاين هاد السيبورا الا بغيت تخدم بهاد السيبورا ممكن تخدم بها بلا ما تحتاج انك تحيدو غير هو هادي ماشي سير حيت بعض الخطوط ما كيقراش ليك مزيان هادي الا بغيت تخدم بها تقدر انك تحط هذا بحال هاد الشكل هذا راه فيه دي بين تحطو بحال هاد الشكل
وتهز هذا وتحطه في البلاصه ديال هذا الفيشي اللي كيتسمى بالدامب او لا الفيشي الفيشي دابا اللي بغينا نقرا كيتسمى بهاد المعلومات اللي بغينا نقرا الفيشي الفيشي او لا الدامب اكسبروغرافيا بزاف ديال لي فيرسيون هذه الفيرسيون 5 فيها بزاف خدامين كامل دونك نمشيو لاوبسيون اونفيرونمون نشوف لوبور كيفاش نبقاو غادي نمشيو لهاد ديفايس هذا الشكل خرج لي دابا في النت وغتختار راه هي كتقرا ليك السيريال ايبرون واش لي زيبرون اللي بغيتي تقرا اولا بغيتي تقرا الميكرو كونترولور اجي لهنا عندك داش بورد فيها بزاف ديال الحوايج حنا كيهمنا غير هاد السيريال اي برو هادوك لي سيري لي هضرت لكم عليها 25 سي شكون كاين هنا مثلا الا كان هذا ادمين الشركه ديال ادمين اللي صنعاه غتجي لهنا غتلقى عليه في الواجهه غتلقى عليه هنا اتي 24 سي 01 ولا 02 ولا 040 على حسب داش من الميموري اللي تعمل لها في هاد الحاله هادي حنا عندنا هاد الاي اس تي هذا هو اللي كاين عندنا في الحاله دونك غادي نحاول نقراو الاي اس تي ونشوفو 93 سي ستوربين هاهو 93 سي ستوربين دونك نحاول نقراو بهاد الشكل هذا غاتجي لهاد نيو باج كتبان ليكم هنا غاتكليكي على نيو باج كتبان ليك هاد لاباج هادي عند كريد اون رايت الا بغيتي تقرا المعلومات اللي كاينين داخل ديال هاد الميموار اولا الا بغيتي تكتب حنا بغينا نقراو دابا غير المعلومات اللي فيه دونك كنكليكيو على ليه ونشوف واش غيقرا ولا ما يقراش دونك ملي كيدوزو هاد لي دو جوج ديال السميتو نقرا مزيان ها هما هما المعلومات هذا هو الفيشي هنا راه ما يبانش ليك انت ولا الموج ولا هذا الكود في ولا الفيديو فكيفاش ليك هنا ولكن الموجيسيل هو عارف كيفاش يجمع المعلومات راه ما يبانش دونك هاد الفيشي هذا اول حاجه ديما ملي تخدم شي كيسياج ولا شي كلمات ولا كلمه غادي تكون نوع ديال ملي تقرا هاد الفيشي هذا اون روجيستري سنجيرو في الميموار ديالي حتى تخرج لي ديال السيت غادي نديرو ليه السيف لا اون روجيستري عليه يبقى الاصلي مع عمرك تخدم على الاصلي وما عندكش حيت بعد الخطره تتوقع في شي مشكل كتخربق هذاك الفيشي ديال لي اونجستري اوتوماتيكمون راه غيكون عندنا هنا شفتو وين بين هنا انا غادي نحاول نديرو في الوين راه حيت هذا بارفوا راه كي الا كان شي فيروس او شي حاجه كيقيسو هو رجع للوين راه ما غاديش يقيسو الفيروس غادي شي وصفو دابا غادي نمشيو دابا للموجيسيال ديال الافي غادي نرجعو ليه نشوف واش غادي يبان في الليمينال بوتكي الفيروسات ما غايجوش من الانترنت بوحدها وانما الفيروسات نتايا اصلا خدمتي بيهم من الاول فاش انستاليتي هادشي لانه كلشي انفيراتي كلشي هادشي ديال من الاول الفيروس غير هو الانتي فيروس مع هادشي ما كيخدمش الا عندك شي بي سي الانتي فيروس لا كيمشي كيحيد لك كلشي هادشي كيخربق لك كلشي الانتي فيروس ما ديروش ما ديروش غير كديرو كيلقى شي حاجه كراكيه هنا كيحيد هذا والبيسي اللي بغيتي تخدم بها هادشي خاص غير بهادشي صافي البيسي ديال الشاطر ديال هذا وحده هذا خاص غير بهادشي بوحدو دونك غادي هاد الفيشي هذا غادي نحاول نلوحو لهاد الموجيسيل ونشوف واش غادي يجبد ليا الكونتي والمعلومات ديالو غادي نجي لهذا
open file dump هنا غادي تمشي تشوف فين حطيت داك الفيشي ديالك سير لا بدا فاش يخدمت هو اللي شعل ديك الـ 57 هنا الا بغيتي تبروغرامي شي ترانسبوندر ماشي تبروغرامي مثلا بغيتي تبروغرامي ترانسبوندر كليكي على بروغرامي ترانسبوندر ماشي كيقول لك واش بي 5 واش بغيتي تبروغرامي او لا بي 6 ولا 32 ولا 30 حنا نطوفو على غير بي 5 هذا راه خلينا هما ديجا باش تشوفوا العمليه غادي نحطو نيت في الاستعراض ما قبل خصني نختار البور حتى حي الله وعزات خلينا نعاود لها بوج السيت ديالها نحبوها حتى حيت الولا اللي سكنو سكنو نعاودو دونك نعاود باش يدخل ليا على الدرايفر ديالو هاد لويس اندري راه كيكراكي بزاف ديال الوجيسيل ديال السير ديال ديال الوجيسيل وبزاف ديال الابليكيشن دونك شفت ليا الناس ديال الوجيسيل نمشي كيفك واخا ما تختارش هنا خدا ما تختارش غير لا عندك شي شي غير دونك غنمشيو لنفس التعبير غنمشيو الفيشي هو جبنا جديد غير حتى الفيشي عارف هو اش من استياش على شنو هي الفيشي لا ما تختار لازم دونك غادي نمشي للكالكيليت دونك في كود ترانسبوند بروغرامين ال تي 5 في حالة ما إذا عندك الأخرى تقول شي بحال هذا الشكل حنا راه ما عندناش هذوك ولا غادي نفس العمل اللي كان كيزيد راه كيدير هذا الراتب ديال الفرنس سكسيسفول دونك دابا راه داز راه كيعطي هذه الترانسبوندر برودكشن سكسيسفول صورنا دابا سالوت دونك راه صورنا سالوت اجي نشوفوا المعلومات اللي كان غير كان خاوي هذا دابا راه رجعوا لي المعلومات من بهذه الطريقه يعني هذا السيد دابا راه وصلت لك داك الشيء اللي بغيت نقرا بروغرامي ديال سالوت حيت ما كانوش عندو في الاول بهذه الطريقه هاد البروغرامي ديال سالوت دابا ولات عندي سالوت بغيتي دير الكوبي ولا هذا هذا دابا راه قرا مزيان ولكن ما ديرش شي قرا بعد خطرت كيخصك تحيدو دابا حنا كنخدمو هنا حيت ما عندناش طوموبيل ولكن ما ديرش شي قرا ثاني الثالث الطوموبيل راه يقدر يقرا عليك بهذا دابا ما قرا عليك بشي حاجه اخرى دير ليه مثلا ميكروشيب ويقرا عليك ثاني بالميكروشيب في شي واحد اخر من زايد يعني ما ديرش شي قرا حيدو وقرا هادو هما الحالات وهادو هما اللي كان كيكونوا يا البروغرامي ديال الاستنساخ ديال لافيش او اللي تجي السويت راه هاد العمليه اللي راه خدامه غير هاد المشكل اللي وقع مثلا نفس العمليه ديالها اللي هو سمي بالنسبه لي ممكن بس انا فيكس لا لا هادي غير اللي ديت 33 كتقدر ديت العمليه الا جبتي مثلا داك الكريبتو ما عليش دوز ليك جاسي دابا كدوز كتعطيك واحد الفيشي اخر ولكن ما خداش غير زيد الكالكيلاتور نعم في الكالكيلاتور تاعي هذا هو اذا ديك التقليمه ما حتى
كيقول لي بدا تشعل او لا تطفي ما كتبعش معاك ما كنا شي ايموبيليزر كنحاول نكتبو ماشي شي لا بانك لا بيت ديال المغرب اللغه اللي كتعامل معها بزاف دونك غنمشيو للايموبيليزور هنا هاد الطوموبيلات كاملين اللي كيخدموا الفارونيون الكاديلاك شي غوري هادو كلهم كيخدموا هذا ميتيمار كي بروغرامي السوارت ديالها كيا المهم فيه بزاف ديال السيارات حنا الا بغينا نقراو لو كود بين ديال هذا غادي نجيو لهاد لي كونتالت دونك بين كود سيرفيس دونك بين كود سيرفيس الا بغيتي الا عندك الهيونداي تخدم بها هنا الا كتخدم غير ب 6 ديال لي شيفر في الفين كديرهم لهاد دوك الاولين ديرني يا ودي دوك 6 الاخرين ديال النمره الشاصي كديرهم ليه غير هنا 6 غير الاخرين انتروديير لي سي ديرني شيفر دو فين دونك دوك الاخرين دوك 6 ديرهم هنا غير يجبد لك هو البين دونك حنا ما عندناش الهيونداي غادي نحتاجو اننا نطفيو كامل هذا حيت دابا بحال الا بغيتي تدخل دير شي حاجه خصك تعاود دونك تسنى لازم اللغه تدخل ضروري تبدل لها حيت هو بار دي هذا الكونتور يسوي ماشي نمشيو للسيت اب دونك فرونسي دونك نرجعو الى عندك الكيا نفس الشيء نيسان نفس الشيء عندنا حنا الفاك ديال الفاك غادي ندخلو ليه عندك هنا سيستيم واحد وجوج شنو كنقصدو بيهم دونك دخل شنو عطانا هنا قال لك بروغرامي من غير تري واش بغيتي بروغرامي شكل واحد اخر واش بغيتي تعرف النومبر قلت لك اللي كاينه في الميموار واش بغيتي تعرف شحال من تساروت كاينه عنده في الميموار حيت هاد العمليه هاد الحاله هادي كتبغيها بعد الخطرات بغيتي تعرف لي دي ديال هذا غير الريفيرونس لور بغيتي تمسح لي كود ديفو اللي كاينه في الطابلو دو بور بغيتي تقراهم بغيتي تمسحهم دونك هذا هو المعنى حنا غادي نمشيو للبروغرامي نوفيل كلي دونك اوكين كلي نو بوتيت بروغرامي سون لو كود بين هذاك لو كود بين اللي كتبنا ليه خص ضروري ها فين كتحتاجو كليكي على اوكي انتروديير لا انسيرسيون دو دوني كود بين خص ضروري تدخل دابا داك لو كود بين 26 بهاد البوطون هضره فيهم واحد جوج مهم دونك 26 26 36 انت دخلتي لو كود بين ديال اوكي كيقول لك شحال من ساروت بغيتي تبروغرامي حنا في هاد الحاله راه كاينه هادي وكاينه هادي وكاينه هادي ثلاثه عندنا ثلاثه دير ثلاثه عندك اربعه دير اربعه دونك حنا في هاد الحاله عندنا غير ثلاثه ندير غير ثلاثه اوكي دونك نمبر دو كلي لات بروغرامي ثلاثه دير ديال العمليه وتسنى حتى يعطيك واحد الميساج كيقول لك فيه انسيغي لا كلي لا لون ابري لوتر وغتبقى دونك غادي نعاود حيت كان شاعل ليا ديجا سميتو الكونتاكت خصو ما يكونش شاعل في هذه الحاله هذه ما خصوش يكون شاعل في الاول خصو طفي دونك غادي نعاودوا هذه العمليات هذو دونك كندخل كونتاكت مسدود سميتو كونتاكت داليماج انسيغي اون كلي على هذا الشكل هذا دونك غنتسنى نفس العمليات هاد اللي كان غطيح فيهم مزيان تطحنا فيهم باش تعرفوا نيتا شنو كيوقع حيت بافو كتحتاج انك تعاود لها العمليه من الاول غنمشي لاكسي نفس الشيء زيرو 26 26 اوكي راه ملي كيقبل لك الكود داك لاكسي ملي كيقبل لك داك الكود راه كيقبلو الا درتي شي واحد غلط راه غادي يطلع غلط راه ما كاينش لا اصلا Attention, le canal va aller au chemin de chez Donc, lire. Donc, le nombre de clés. Attends, lire 3 ans. On va lire test, je sais pas si on va le faire. Et de quand programme de clés? Oui, mais on a dit le programme de clés.
تيقن. لا باش نوقع في هذه الحالة هذي تقلونطا حقاش بلا كتخلنا الماكسي بين البروغرامي وهذا داكشي علاش تقلونطا على هذا الشكل دونك غادي نحيدو ليه لونطا السوء كيوقع هذا المشكل كيوقع لك هذا المشكل تصرف باش تحلو غادي نتعاود البروسيدور نظركم شنو هي العملية اللي سهلة دابا من ناحية لي زطاريق طريقة الطريقة اللي سهلة دابا الله بغيتي سؤال الله بغيتي سؤال على حسب التطبيق وحتى الاسم ديالي دابا مزيان غنختار ولا مزيان نفس الشيء غادي نختارو دابا الدوسيا لوغا هي اللي كنا فيها هاد المسياج دونك الرونو دوسيا دونك نجي الرونو دوسيا كليكي واش لوغان واش صندير واش صامبول ليك حنا عندنا لوغان نسيغي اون كلي ماشي دونك واش بغيتي تبروغرامي لي كلي غادي ندليوي ويزاوت كود بين نفس العمليه خصني ندخل ليه دابا داك لو كود بين اللي جبدنا راه الا لاحظتوا الفولز باغن فيه اربعه الارقام وشوف الرونو شحال فيها 12 رقم راه الرونو داسي راه معقده شويه على الخوين 12 رقم في الكود فيك فهمتوا الصعوبه ديال الفولز باغن راه طالقين اللعب شويه لا مثلا كيعطيو ولكن الرونو داسي راه معقدين شويه شوف 12 رقم في الكود دونك غادي نتلقى الكود كيف درنا الاصبح 3 اف اف ار اف 3 0 3 جي 0 جي او دي ا او ا 82 او جي جي 82 او جي غلطي دابا خصك ضروري تفيريفي دونك نشوفو فيريفي تخلي كونتاك يعني داز دابا هذا عاوتاني كتجيبو نفس الشيء اون فوا يفلاشي جوج الخطرات ومشى راه مبروغرامي صافي مشى اون فوا يبدا يفلاشي راه ما دازش راه هذاك خصو شي راه ما خدامش نفس الشيء حتى لهذي داز صافي ثلاثة ديال اللي متوفرين هاك في كونتاك ديالك غادي تخرج من هذا دابا بليز ويت ستوري كي ميموريز هاد ثلاثه هادو الشيء اللي كيدير غادي نفيريفيو فعلا واش داخلين غنشوفو هادي بالصوت راه فعلا داخل راه خدام غير هو ملي كتبروغرامي داكشي علاش قلت لكم جيت المرة راه بون تي تيخرج معاها الصوت راه زي كيهزرو بجوج ها هو داخل دابا غير تبروغرام وغاتبروغرام ما تحتاجش ماتحتاجش المرة كاع تتسد إلا تسدات ما تضمرش إلا تسدات مثلا كان حليم قال بالدماغ ما تضمرش إلا ما أي إلا كان شي بروبليم لا غير سونتراليزي إلا تسدات لا سونتراليزي العادي راه كاين العادي فيهم راه كاين العادي بس عندي أنا دوسيا دابا تسدات ليه جيبو لا حل الباب تاع الدماغ دابا الدماغ حل كتحل السونتراليزي الدماغ اي راه باغ فوا حيت داك الفيشي عندو علاقة مع السونتراليزي بعض الخطرات اللي خصك تحل الطوموبيل وتسدها بعض الخطرات راه الخطرات كل ما خصك يكون مشكل ديال الوش لحقاش العلاقة كاينة ما بين السونتراليزي و لونتي دماغ شنو المشكل ديال ديك العلاقة دونك غادي نشوفو فعلا واش داز هذا فعلا هذا داز وغنتفرج عليه وغنتسدو خصنا نحطو في الماشي هادي باش غادي نمشيو ولا غنشوفو العالم
كيعطيك نومبر دو كلي افيكتي جوج يعني جوج ديال الداخلين. كانت عندنا وحده كانت البروغراميات بار دي فوق ديتها باش تعرفوا واش كيحيد فعلا لي كلي اللي تجلاو. هذه البروغرامي فيها غادي نحاولوا نشوفوا هذه اللي تجلات مثلا لقاها شي واحد بغا يدير غادي نشوفوا فعلا دابا باش البروغرامي جوج واش مشاو هذوك القدام ما قراش فيك كانت البروغرامي ديجا هذه المصطلح تجلات ما غيخدمش بها هذاك اللي واخا يرجع غادي نجيب هذه اللي تبروغرامات هذه البروغرامي دايزا مزيان علاش درت لكم هذه الحاله باش ما تقولش لي انا تبروغراما وسوارتو بقاو